إيطالي رائع قبل بداية هذا اليورو، ولكن اختلطت عليه الأوراق مع بداية الدورة. هي ماهوش نفس العمل اللي يقوم به سباليتشي لما كان يقوم به في نابل. نعم. أولا لازم له وقت، ولكن المقابلة الثالثة لامين المنتخب الإيطالي خلق عدة فرص، ولكن كان الحارس المرمى هذاك يعني دار مقابلة قوية. نشت المنتخب الإيطالي خلق فرص، كانت عنده عدة فرص باش يسجل هدف ما قدرش يسجل، ولكن دار اللعب لامين. لا المستوى لم يكن جيدا، ما كانش هذا بمستوى تاع المنتخب الإيطالي. ما كان احنا لما نتكلم عن المنتخب الإيطالي نتكلم عن واحد من أعرق الأندية في العالم، لذلك دائما نتوقع الأحسن من المنتخب الإيطالي. سبع لقاء أو 12 لقاء لوتشيانو سباليتي مع منتخب إيطاليا أمين، فاز في سبعة، تعادل في ثلاثة، وخسر اثنين. نعم سجل جيد، ولكن تحدث على المستوى في كأس أمم أوروبا في الدور الأول ما شفناش مستوى جيد باستثناء مباراة ألبانيا اللي كانت المباراة الأولى للمنتخب الإيطالي. لذلك لما تشاهد المستوى الذي قدمه المنتخب الإيطالي تتوقع أنه لن يكون في مأمن أمام المنتخب السويسري، ولو أنه في مثل هذه المواجهات التاريخ قد يكون حاسما، قد تكون سويسرا أحسن على أرضية سويسرا الميدان. سويسرا أزاحت فرنسا في النسخة الماضية. ماشي دائما تتكرر هذه المصادفات محمد، هذه طفرات في عالم كرة القدم تأتي مرة مرتين وما زلت تشوفها. يقدر المنتخب السويسري أيضا محمد يزيح المنتخب الإيطالي، ولكن نقول لك حتى التاريخ في مثل هذه المباريات وفي مثل هذه الدورات يكون عنده دور. تقدر تشوف في مباراة إيطاليا سويسرا، سويسرا تسيطر وتلعب احسن من ايطاليا، في اخر مطاف تلقى ايطاليا فازت وصعدت للدور الربع النهائي. اخي شبير ممكن انا نجيك بن شابير، المنتخب الايطالي ماشي هو المنتخب الايطالي اللي تعودنا عليه أكيد. وحتى المنتخب الفرنسي يعني كل المنتخبات القويه جالسين يشوفوها ماشي هي نفس المنتخبات. ممكن هذه الفتره ولا في هذا اليورو نشوفوا مفاجات، شفنا المنتخب النمساوي. نعم يعني ممكن يعني تكون في مفاجآت عادي مع منتخب النمسا الذي يعتبر الحصان الأسود في البطولة لحد الآن. قسعت حصان الأسود ولكن يحتل المرتبة الأولى في المجموعة تاعه. نعم. يعني فاز على المنتخب الفرنسي. نعم حتى هو الأداء تاعه في بعض الأحيان يكون متذبذب، تشوف المقابلة الأولى ما كانش في المستوى، ثم مقابلتين الأخرين رجع في المستوى وفاز بالمرتبة الأولى. اليوم راح يقابل تركيا اللي هو ماهوش أحسن أحواله صراحة محمد. يعني لماذا فاز بمباراتين قاسي سعيد وتعادل في النقاط مع البرتغال 6-6، ولكن ما يقنعش اللعب دياله. مباراة الثانية أمام البرتغال كان خارج الإطار 3-0، ولكن في المباراة الأولى أمام جورجيا أو المباراة أخذ لقطات. وعندنا الإحصائيات، أعطيني إحصائيات المباراة، مباراة خرجت عن إطارها المعروف، اللاعبون تلقوا 18 بطاقة صفراء والحكم أشهر بطاقتين حمراوين. أمين كنا في ساحة قتال ولم نكن في مباراة كرة. مباراة لأنه كانت مباراة بدنية، لأنه كل فريق كان يبحث عن أهداف معينة، كل فريق كان يبحث عن التأهل، وكلا الفريقين هما منتخبان بدنيان يلعبان بطريقة بدنية. لذلك شاهدنا 18 بطاقة صفراء تركيا النمسا وبطاقتين حمراوين. نرشح النمسا. النمسا على تركيا. نعم لأن نعم. النمسا قدمت كرة قدم جميلة، واحدة من أحسن المنتخبات من حيث طريقة لعب في الدور الأول. أجمل هدف في الدور الأول حسب رأيي الشخصي كان من نصيب أردا جولار نجم ريال مدريد والمنتخب التركي. يعطينا نشاهد هذا الهدف، بإمكانك تعليق عليه أسامة. الضربة كانت مصوبة كما ينبغي وسكنت. هو لاعب موهبة. نعم. موهبة كبيرة للمنتخب التركي ولاعب صغير، وكان هدف صراحة أنا نوافقك الرأي من أفضل الأهداف في البطولة. نعم. حكي لي على حارس المرمى، هل كان بإمكانه التدخل لمنع الكرة؟ ما كانش يتوقع فيها يعني اللاعب خلاص. لا صعبة على حارس المرمى بكل صراحة، صعبة لأنه توقع التسديدات لما تكون بعيدة الحارس هو اللي يتحمل المسؤولية. أكيد، لكن الحارس المرمى في هذه الوضعية صعبة يكون عنده، حتى كان في المدافعين مغلقين عليه الرؤية. من يتحمل المسؤولية؟ الدفاع الذي لم يخرج. أنا أقول لك اللاعب كان أفضل، كان صراحة. نعم. هل هو أجمل هدف قاسي سعيد أو هدف طليان؟ هدف تاع طليان مؤثر محمد. مؤثر صحيح، مؤثر هذا هو اللي زادوا الجمال ديالو. حتى هذا الهدف جميل، ولكن بالنسبه لي تاع المنتخب الايطالي لانه اثر على النتيجه. والحارس يتحمل المسؤوليه هنا ولا
أو اختصاصي أنا يقدمي هذا يدفع الحراس لا أنا مش يدفع الحراس هو يتكلم بصراعة لما يحضر الماء يسقط التيمم يأكل أمين بيشابه لكن أنا أشوف الهدف هذا ممكن ولكن في بعض الأحيان أنا أقول لهم يعني الحارس ما لازمش يحكم غير الكرات صحيح لازم تحكم الكرات نوافقك راي عندك الحق صح لأنك أنت كحارس مرمى لازم تعطي 50% للفريق ولا رانا في وقت درك الحارس ولا أكثر من 50% صحيح لأنه تصديات الحارس قد تقلب نتيجة المباراة شفنا حارس على عقب شفنا حارس أمس تاع جورجيا حارس أحسن حارس صراحة كان هو أفضل حارس هذا حارس. ما أردت أن أسألك من هم أبرز ثلث حراس دونتهم في الدور الأول أنا بالنسبة لي حارس جورجيا رقم واحد حارس المنتخب الألماني نيوير نيوير وحتى صد أيضا كرة خرافية للمنتخب السويسري في آخر لحظات وإحنا ما نكرش كل كانوا كل عليه ضغط كبير من الإعلام الألماني حتى من المدرب بس يأخذ القرار لأنه عنده منافس قوي تيرشتيغن لكن المدرب اللي أعطاه الثقة وبحكم الخبرة قدم مستوى كبير بصراحة يعني رغم تقدمه في السن يبقى رقم صعب في اليورو هذا يعني. وثالث الحارس ثالث حارس منتخب الإيطالي دوناروما دوناروما أيضا كان حاسم صراحة دوناروما حتى في أصعب الأوقات لما كان المنتخب الإيطالي ضد إسبانيا كان يعني منهار هو رجحهم من الحارس الذي خيب ظنك في هذا اليورو والله ما تقدرش تحكم لأنه في ممكن منتخبات لغنى ممكن منتخب حارس منتخب تركيا صراحة يعني حتى الأهداف الأخيرة اللي تسجلت عليها ما تسجلش في أي حارس يعني حصة أنت على البارح حصة أنت على البارح تعرف بوكسي الكرة حبيت تحكمها وانت تعرف ما هوش فاول ما هوش خطأ ما كانش فاول ما كانش لما المهاجم يطلع معك تعرف بوكسي الكرة ديالك في المستوى هذا اللي أنا فيه لازم يكون صح ولكن محمد أنا اليوم نقول لك لون نحط الحراس مرمى هذوك الاول تاع جورجيا والثاني تاع جورجيا والثالث تاع جورجيا قوي قوي فورد حارس منتخب انجلترا لا ما بعيد. ما من كاش اللي بصراحه اللي راهم في اللي راهم نشوفوهم اللي راهم اللي عطاونا صوره مليحه هو حق جورجيا بصراحه جورجيا ونزيد ونقولوا ممكن حارس نادي فالنسيا بصراحه مارداشفيلي مستوى كبير جدا امان يعني حارس متكامل حتى في الليغا الاسبانيه شوف أنا نتبعه خصوصا لما يلعب أمام ريال مدريد يقدم دائما مباريات في أعلى مستوى صعب جدا أنك تسجله صعب جدا أنك تسجله أمس ضد منتخب البرتغالي طلوعه للكرة يعني بحماس وقوة وتمركز وعطى قيمة وعطى تابات للمنتخب الجورجي لما يكون عندك حارس قوي حتى المنتخب لما يكون ضعيف يعطيهم قوة بش فينشينزو مونتيلا مدرب المنتخب التركي لحد الآن 10 مباريات 4 انتصارات 4 خسائر وتعادلين الحصيلة أمين متواضعة إيطالي حصيلة متوازنة بين الدفاع والهجوم إيطالي شوف يتلقى بعض الانتقادات وحقيقة انتقادات مبنية على صواب لأنه يتفلسف كثيرا لأنه في المباراة الأولى قدم المنتخب التركي مباراة في أعلى مستوى وفاز في واحدة كانت من أحسن مباريات الدور الأول أمام منتخب جورجي لما فاز 3-1 بعدها في المباراة الثانية خرق قاعدته الحفاظ على الفريق الذي يفوز غير الفريق خسر في المباراة الثانية يبقى عنده قرارات غير مفهومة تلقى انتقادات كثيرة من